معكم نورة من عيادة الدكتورة مريم الشمري. رح نتكلم اليوم عن جهاز الهيدرافيشل. مو أي جهاز هيدرافيشل، طبعا الجهاز الهيدرافيشل الأصلي الأمريكي اللي يعتبر أحدث وأمثل جهاز حاليا موجود بعالم التجميل، بحيث يعمل على تنظيف عميق للبشرة وترطيبها وتغذيتها ونضارتها، بالإضافة إلى تزويدها بمضادات أكسدة وتقليل من الإفرازات الدهنية بالنسبة للبشرات اللي حيل دهنية، بالإضافة إنه الجهاز يشتغل على جميع أنواع البشرات حتى الحساسة منها، والبيشنت تقدر تطلع من الجلسة وتروح عندها مناسبة أو أي مشوار بدون أي آثار جانبية، بالعكس تطلع مستانسة إنه تشوف بشرتها صار فيها نضارة، بشرتها تنظفت يعني بعمق. وكمان إنه هاي الجلسة أنا أنصح فيها كل الناس مو بس البنات، حتى الشباب يقدرون يسوونها، بالعكس تنفع الشباب أكثر لأنه بشرتهم بتكون حيل دهنية وفيها دهون أكثر. الحمد لله يعني أنا بخبرتي اشتغال بالجهاز الهيدرافيشل إن كل الناس أو كل المرضى اللي جربت معانا الجلسة بترجع تعيدها، لأنها تعطي نتائج حيل قوية ونتائج يعني مضمونة وفورية تقدر تشوفها بعد الجلسة، فيعني نتائجها يعني ما عندها أي أثار جانبية ونتائجها يعني حلوة، فأنصح فيها كل الناس اللي تفكر إنه تسوي تنظيف.